بدي اعرفك على اهم جاره، اهم جاره اسمها ام حسان. يا الله ما اروعها هالست، يا الله ما اروعها. بترحط على الجرح بطيب، بتحكيش كثير، بتطفلش، بتتدخلش بالناس، رائعه جدا. وبعدين بتساعد الكل قد ما تقدر، وبعدين اي شيء بنحتاجه منها كجيران تعطينا اياه. بتعرفي مرات الجيران بيحتاجوا يعني راس بصل، جماعه اهل خير. يا سلام يا سلام، منتهى الطيبه والاخلاق والتلقائيه. شوفي شوفي، ما شاء الله. انتوا شو بتقولوا لهاي الكاميرا؟ رن رن او رن رن. انس رن. انت اللي حتحكي الصح عن ام سالم. حسان اللي حكت عنها مرات قبل شويه. بدي اقول لك كذب حرام، كذب حرام. خليني انا احكي الصحيح، يعني انا بحب الصحيح. بدي اقول لك هاي ام حسان ولا بتخلي واحد من شرها ونقاقه وبتسولف على الناس كله. اقول لك نص نسوان الحاره تطلق من وراها. انت متجوزه؟ متجوزه. لو تسكني لك يومين عندنا بالحاره بتطلقي من ورا ام حسان. بعدين بدي اقول لك بتراقب الناس كلها ولا بتخلي واحد الا بتراقبه. سالم ان شاء الله اذا سمعتك هاي مره معزره بتفضحنا فضيحه. وليش بقول لك مش مباشر؟ هذول بقطوا اي مشهد ما بيعجب امه بقطوه. انت ما عليك، انت ما صحيح انك ما عليك. خليني بس احكي الصحيح. نازله تفضح فيي على التلفزيونات؟ قله حياء. قله حياء. وانت لازم تفضح فيي لاهل الحاره. 24 ساعه بالدرج بتعلم الناس كلهم. ورا لخلي حسان يتيتم. يقول انه بكون هارب شخص. لا لا لا، جوزها استاذ لغه عربيه. لما بتحدث لغه عربيه ايش دخلها باللغه العربيه؟ بقول لي يا زلمه مجننتني بالدار قد ما بتشخور. صوتها فعلا معبي العماره كلها من شخورتها. ما بعرف عندها كانه مرض. هذا المرض لازم يتعالج حاله فيه. جوزها بقول لي مش مشكلتي اني مش مستجر اسولف معها. ليش مش مستجر؟ مرتك احكي معاها. ليش مش مستجر اسولف معاها؟ هد النفوس دائما لازم احنا نهدي النفوس ماشي، بس هاي مرته مش لازم يحكي معاها؟ مش مستجر يحكي معاها؟ لا وتسولف لغه عربيه. احي هي بتعرف اللغه العربيه، كسرت اللغه العربيه كلها. ها